صباح الخير ويسعد لي أوقاتكم جميعاً من وين ما كنتوا عم تتابعوني. رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم حبيت أعمل على الغداء سبانخ باللحمة وجنب رز بطريقة كتير سهلة، جداً سهلة، بدون ما أفرم السبانخ وأسلقه وأرجع أحطه على طرف تاني، لا كله فوق بعضه. كتير سهلة الطريقة وطعم لذيذ جداً، وطبعاً أنا طبختها بالدهنة، يعني حطيت دهنة مع اللحمة. فتابعوا معي طريقة التحضير وشوفوا كيف حضرت أطيب سبانخ. أهم شي تكون السبانخ نظيفة، يعني بغسلها وبنقعها كذا مرة لحتى يروح منها الطين أو التراب، بس بما أنه نزل هلأ وقت السبانخ فما نزل عليها مطر فبتكون نظيفة. أنا بقطعها بهذا الشكل، بحطها على المصفي وبغسلها، بعدها باخدها على طنجرة وبحط كل وجبة بوجبتها، طبعا بعد ما تكون نظيفة ومثل ما لكم شايفينها عم تضوي. بقلبهم بهذا الشكل على نار هادية وهن بقلب الطنجرة هيك لحتى يذبلوا، يعني أنا ما بسلقهم بالمي وبرجع بصفيهم وبتعذب وعهدا ومثله. مجرد أني حطهم بطنجرة لحالهم بدون أي إضافة أو أي إضافة مي وبقلبهم مع بعضهم وبغطي الطنجرة لحتى شايفينهم بهذا الشكل بيدبلوا وبيستووا بسرعة، يعني ما في حاجة لأني أسلقهم. بعد ما بخلص كل الكمية بحط على جنب تقلاية الكزبرة والثوم واللحمة، بحط شوية سمنة. أنا حاطة لحمة مدهنة فما حطيت دهنة مع تقلاية الكزبرة والثوم. بحط كمية منيحة من الثوم ومعلقة أو معلقتين من الكزبرة اليابسة حسب كمية الأكل، وبحط لحمة. أنا مثل ما قلت لكم بحب اللحمة تكون مدهنة، خاصة مع أكلة السبانخ كتير بتعطي طعم طيبة. وبرشلها ملح وبهار وبقلبهم بهذا الشكل لحتى تستوي اللحمة عندي تماما. مثل ما قلت لكم سهلة وسريعة وما بدها شيء أبدا، بس أنا بنقع حمص من قبل بيوم، يعني السبانخ الأصولية على أصول القديمة بينحط لها حمص من قبل بيوم منقوع. ممكن إنكم تسلقوه بس أنا ما بسلقوه لأنه رح يستوي مع الطبخ. حط شوية حمص ما بكتر، فيكن تستثنوا. بعدها بصفي السبانخ من المي وبحطهم فوقهم. مثل ما قلت لكم انا ما سلقت السبانخ، مجرد حطيتهم يدبلوا لحالهم ويستووا، بس الا ينزل لهم مي فانا بصفيهم من المي وبحطهم فوقهم حتى ما بزيد مي للسبانخ ابدا. وهيك صارت عندي شكل السبانخ بعد ما استوت تماما وصارت طعمتها بتاخذ العقل. كانت هي النتيجه النهائيه لاطيب سبانخ باللحمه وجنبها رز. ممكن ناكل جنبها سلطة الفجل، ممكن نعصر جنبها ليمون، هاي شغلة بترجع لكم. وهيك يا حبايبي بكون وصلنا لنهاية الفيديو، عملنا أطيب سبانخ باللحمة جنب رز بطريقة سهلة وسريعة وطعم لا يقام. إذا حبيت وصفاتي وفيديوهاتي تابعوني على قناتي اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا كنتوا عم تشوفوني لأول مرة لا تنسوني من الاشتراك واللايك، وشكرا لكم على المتابعة.